امبارح منظمة الصحة العالمية أصدرت بيان أعلنت فيه حالة الطوارئ الصحية المثيرة للقلق بعد الإبلاغ عن حالات جدري القردة، واللي زاد عدد الحالات فيها خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنة الماضية. كمان الحكاية الحقيقة انتشرت من خلال المواقع المختلفة، والكل بقى بيتساءل ايه هو الفيروس ده وازاي بينتقل، وهل من الممكن ان يتحول الى جائحة مثل كورونا، ولا في امور تانية مفروض ان احنا نحتاط لها وبالتالي هيتم في كبح الجماح، يعني زي ما بنقول، او ان هو مش هينتشر زي ما شفنا فيما هو سابق لكورونا. دكتور امجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل واللقاح، بنصبح على حضرتك يا دكتور. صباح الخير استاذ هبه، صباح الخير استاذ محمد، صباح النور. حضرتك طيب، ايه الحكايه يا دكتور؟ ايه جدري القرده وايه الخطوره اللي فيه؟ طب بنطمن الناس الاول ان هذا الفيروس غير موجود في مصر تماما، بنطمنهم ان نفس الفتره دي من السنه اللي فاتت اعتقد او ما قبلها بحاجه بسيطه كان في برضو انتشار لهذا النوع من الوباء وتم السيطره عليه تماما. طب ليه بيتم السيطره عليه؟ لان وبائياته بنسبه كبيره جدا وبائيات محدوده، ما بيكونش ليها انتشار كبير، حتى ما حصل من سنه انتهى تماما. طب ليه وبائياته محدوده؟ لان هو انتشاره مش سريع زي فيروس كورونا، ليس شديد العدوى، بيتطلب وجود تلامس جلدي مع الشخص المصاب لفتره كبيره جدا او تلاصق مع اشيائه او مستلزماته. وجود عدوى فيروسيه تنفسيه وانتقاله عن طريق الرذاذ نادر جدا جدا، وبتطلب ان انت تكون متواجد لفتره ما تقلش عن 4 لـ6 ساعات خلال غرفه مغلقه مع الشخص المصاب. فبالتالي هو مش تنفسي، بينتقل عن طريق الرذاذ الا نادرا، هو اكثر تلامسي وتطلب احتكاكك بهذا الشخص لفتره كبيره جدا. طب هو عباره عن ايه الفيروس ده؟ هذا الفيروس كان زمان زيه زي الجدري اللي كان موجود، اللي انتهى الحمد لله بفضل منظومه اللقاحات في الثمانينات. هذا الفيروس ينقله الثدييات مثل القرود، فانتشاره أكثر في دول افريقيا. يبقى ارتفاع حراره، التهاب الغدد، صداع شديد جدا، الام عظميه، في اليوم الرابع من الحراره والسخونيه يظهر نوع من الطفح الجلدي والبشور على جسم الانسان. طب ايه مدى خطورته؟ لان نسب وفياته كبيره. طب هل هو ليه علاج ولا لا؟ الشخص اللي بيصاب بهذا النوع من الفيروس بيتم عزله ويتم اعطائه مضادات الفيروسات وخوافض الحراره، بيتعافى الشخص تلقائيا عن طريق مناعته. الخطوره الاكبر للاشخاص اللي عندهم مشاكل مناعيه، ضعف المناعه، مرضى الاتش اي في، مرضى الايدز، مرضى ضعف المناعه، دول اللي ممكن يكون خطوره او وقع الاصابه عليهم اكثر من غيرهم. طب ده علاجه. طب هل هو ليه لقاح؟ في انتاج محدود للقاحات ليه من زمان، ولكن هو ما كانش في درجه وبائيه عاليه ان احنا نقول للناس خدوا لقاح ضده، لكنه موجود. هو كان موجود بس مش بدرجه انتشار كبيره جدا. مفهوم. ليه لقاح ولكن انتاجه قليل من اللقاحات؟ بتفكر لسه منظمه الصحه العالميه بان هو ابتدى يزيد معدله، ان يبقى في انتاج ليه ويتم تطعيم بعض البلدان اللي بينتشر بها وبائيات زي الكونغو. لكن حتى الان الكميات اللي موجوده حول العالم قليله، لان زي ما قلنا هو مش سريع الانتشار، ملوش درجه وبائيه زي كورونا ان الناس تخاف او تقلق. لكن لا قدر الله يا دكتور امجد، لا قدر الله لو انتشر فموجود، اللقاح بتاعه موجود، لكن محتاجين نتوسع فقط في انتاجه. مجرد انتاج، يعني مش هياخد موافقات تمام كميات كبيره منه وتعميمه، ده لو حصل فيه تحور او درجه وبائيه على خلاف المعتاد. لكن المعتاد بتاعه هو مش سريع الانتشار، والحمد لله من نعمه ربنا مش موجود في مصر حتى الان. طيب يا دكتور، ايه سبب التسميه الخاصه بيه، وهل بينتقل من الحيوان للانسان؟ تسميته طبعا لانه انتشاره في بعض دول افريقيا مرتبط بوجود القرود، والدول الاوروبيه انتقل لها طبعا عن طريق الرحلات اللي بتتم في بعض دول افريقيا. وطبعا ممكن كمان ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي المباشر او احتكاك المباشر، ده احد وسائل انتشاره. فابتدى ينتشر في بعض دول اوروبا، بعض الدول اللي اعلنت امبارح وجوده، ولكن زي ما قلنا هو لما بينتشر مش انتشاره وبائي لدرجه ان هو شديد العدوى، بيتم عزل الشخص والسيطره على المرض. وده اللي حصل من سنه برضو، اعلنت منظمه الصحه العالميه انتشار واعلنت حاله الطوارئ، والحمد لله الوضع الوبائي استقر، وبائياته محدوده زي ما قلنا وهيختفي. طب ليه سمي بجدر القرود؟ لان العائل الناقل ليه الاساسي هو القرد والفئران وبعض انواع الحيوانات الثدييات، تنتقل الى الانسان، والانسان بعد كده ينقل الانسان عن طريق التواصل الاحتكاك المباشر. وزي ما قلنا عشان الناس ما تخافش، العدوى الرذاذيه نادره الحدوث مش شائعه. تمام، لكن لا داعي للقلق يا فندم، عشان من ساعه ما اعلنت منظمه الصحه العالميه والناس على السوشيال ميديا بدات تقلق وتخاف وتقول هندخل بقى في جرعات
اللقاحات المختلفة مفيش الكلام. الدولة المصرية واخدة استعداداتها في المواني والمطارات والحجر الصحي لترقب أي وصول حالة عن طريق هذه الدول، لكن حتى الآن لم يعلن عن وجود أي حالات في مصر نهائي جدا. طيب في إجراءات وقائية ممكن أي حد ياخدها منعا للإصابة؟ طيب هو من نعمه ربنا هو مزاي كورونا الحق هنلبس الكمامه والكلام من ده، لا الشخص لو لا قدر الله فرضيه وجود شخص مصاب يتم عزله والابتعاد عن تلامسه ماشي نهائيا في غرفه بالاعراض منتصرة. اللي حضرتك ذكرتها ارتفاع درجه حراره تكسير في الجسم ده لو حصل ان شاء الله مش هيحصل، احنا بنحط سيناريو انتشاره بيتم عزل الشخص في حجره منفصله واعطائه العلاج اللازم وعزل الاشخاص المقربين ليه عنه نسبه كبيره، مش مفيش فوبيا الانتشار التنفسي زي كورونا الانتشار السريع، عشان كده الحمد لله من نعمه ربنا موجود ولكن وبائياته محدوده الانتشار وبيتم السيطره عليها، وعلى فكره الوبائيات دي جات لها من كذا سنه برضو انتشار ومن كام سنه انتشار وبيتم السيطره عليه، وان شاء الله برضو الوضع الجديد ده هيتم السيطره عليه عالميا. عظيم جدا، كويس ان حضرتك طمنتنا يا فندم وطمنت الساده المشاهدين ان احنا الحمد لله مفيش حالات في مصر نهائيا واحنا مستعدين في كل المطارات والموانئ. اقوي مناعتي الذاتيه ازاي؟ يعني دايما الناس تسال في حاله الفيروسات والاوبئه يقول لك طب اعمل ايه في السلوكيات الخاصه بي انا شخصيا عشان اقوي جهازي المناعي. كلامك سليم يا استاذه هبه، احنا فعلا في فتره مش احنا فتره كمان داخلين على الخريف وده بيبقى انتشار للعدوات التنفسيه زي البرد والانفلونزا غير طبعا جدري القرود، ازاي احنا بنحافظ على مناعتنا تجاه العدوات الفيروسيه؟ اول حاجه غذائي يبقى غذاء صحي. الغذاء الصحي اللي هو الغذاء البروتيني، الناس تسالنا ايه الغذاء المناعي اقول لهم غذاء المنزل هو غذاء مناعي، فاكهه الموسم، خضار الموسم، نقلل من السكريات، نقلل من المواد الحافظه، نقلل من الدهون، غذاء بروتيني معتدل، في خضروات كتير، في فواكه كتير، يبقى ده الغذاء المناعي. ممارسه الرياضه مهم جدا لمناعتنا لانها بتحافظ على جهاز مناعي عن طريق تنشيط الدوره الدمويه، يبقى هاكل كويس وهمارس رياضه. ثالث حاجه هبعد عن التدخين، التدخين عنصر سلبي بيأثر على مناعتنا وبيأثر على الرئه ويؤدي الى التليفات الرئويه ويجعلنا اكثر عرضه للاصابه بالعدوات التنفسيه. رابع حاجه الناس ننام بدري وناخد عدد قسط من النوم لا يقل عن 7 ساعات. يبقى اكلت كويس، مارست رياضه، بعدت عن التدخين، نمت بدري، بعدت عن التوتر والقلق وفوبيا السوشيال ميديا وفي فيروسات وفي انتشار الخوف والهلع ده بيأثر على مناعتنا يا جماعه. بكل تأكيد. بلاش نقلق، بلاش نتوتر، لو احنا بعدنا عن عملنا ال5 حاجات دول، اكلنا كويس، مارسنا رياضه، نمنا بدري، بعدنا عن التدخين، بعدنا عن التوتر، مناعتنا بنسبه كبيره جدا هتكون مناعه جيده ومتوازنه. تمام. شكرا جزيلا للدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه للمصل واللقاح.